ابقى على مونديال ما يقدرش اليوم في ماتش ديسي في ماتش تري تري امبورطون ولا ماتش ديسيزيف كيما تاع اليوم اللي كان ضد اوغندا انه يدخل بومبوط ويعطي له لا شونس باسكو راح تكون بوتيتر لو كان يغلط الفاليو غري كاريمو يعني بومبوط يتنحرق كاريمو. لذلك فضل المواصله بمونديال فضل بدل فقط في المحور بسبب اصابه توغا على مستوى مشط القدم. وسط الميدان نحاز الروقي دار بن ناصر ودار عوار شفنا بن طالب توجور بالمام روندمون انا جو بو جامي شانجي لافي ديالي ما عندي حتى مشكل شخصي مع اللاعب لكن تحدث على اداؤه مع المنتخب نفس اداؤه امام غينيا نفس اداؤه امام انغولا في الكاد نفس اداؤه اليوم في المباراه كثير كره طايشه في كل مره كان يروح وكنا الشوط الاول لو شاهدتوا في الهجمات المعاكسه للمنتخب الاوغندي ما كانش عندنا اون سنتينال قدام الزوج تاع اللاكس اشاك فوا يخرجوا مع مداني وماندي اشاك فوا مداني وماندي يعني ما كانش واحد لي يغطي يكون فوقهم ويدير لو بالياج هذا لكن المهم والاهم هو ثلاث نقاط. قصي سعيد الاخطاء التي شاهدناها اليوم في التشكيل الاساسي تحدث عن موندريا تحدث ربما عن ماندي نتحدث ربما عن تجديد الثقه في بن طالب كنا نتحدث عن تجديد الثقه ايضا في بن رحمه ولكن بعدما سجل الهدف البعض كان يقول بانه اختيار المدرب كان صعب كيف ترى الامور انت؟ شوف كل واحد عنده تشكيله ديالو احنا رانا خمسه هنايا وكل واحد عنده تشكيله ديالو لو كان تبعوا الكلام الناس بن رحمه ما يجيش يلعب كاع ولكن شفنا بن رحمه اول خطا هو اول خطوره لما ضربها في القائم نعم عطينا لقطه بن رحمه من فضلك شفنا الهدف اللي سجلوه يعني سجلوه بافيك كالمي سيرينيتي ما تقلقش تكلموا على بن طالب بن طالب اليوم لازم نقولوها محمد منذ اعتزال لانغ ديورا ما صبناش ان ميليو ديفونسيف كما هو ولكن موجودين في الجزائر موجودين هذا النوع تاع اللاعبين ولكن ما حبوش يشوفوا حبوا دائما يركزوا على بن طالب ورغم ان بن طالب في النادي تاعو في لين ما يلعبش ارتكازي يلعب تقريبا شغل رقم 10 من بعد تشوف عوار اليوم بدايه تاعو كانت صعبه كثير ولكن في الدقائق الاخرى تاع الشوط الاول عوار عاود استرجع القوه ديالو ومد هذاك التوازن ومد راسيرينيتي الفريق يعني الفريق ولا يقدر يخرج الكرة خاصة لما بن ناصر عاود ولا لمكانه من جهة اليسرى لأن شفنا بن طالب كارتكازي عوار في الرواق الأيمن بن ناصر في الرواق الأيسر هذا هو التوازن هاي لقطة بن رحمة وهروبه وتسديدته المركزة تسديدة مركزة رائعة على طبيعة والحد كان مع الحارس كان الحظ هنا كان مع الحارس ما هنا امين كان انتيليجون شاف البلاسمون تاع الغارديا شوف البلاسمون شوف شوف الحارس لعب عند ديفونسور وضربها خلف المدافع كمان باغي هنا فوز كاين حاجه لي زاتاكون لي زاتاكون سورتو اللي يلعبوا في لي كوتي لو كان ما يكونوش دي بروفوكاتور اللي ما يبروفوكيش ما يكثرش لي سونتر ما يتيريش ما يديرش ما يخدمش لي زون دو ما يبروفوكيش ما تقدرش تكون ان بون اتاكون سور لي كوتي احنا ما عندنا احنا المشكل اليوم احنا مخصوصين قوه لي زاتاكون تاعنا مخصوصين قوه كي ما تكونش عندك لا بويسونس ولي زاكسيليراسيون هذيك ا ريبيتيسيون كيما ديرش لي زيفور ا ريبيتيسيون شاك 45 سكوند شاك 1 مينوت 30 الاخر دائما ما تحيفش اون ديفونس وطيح دوزيلي اللي يديروا لك هذا الدونجي هذا وان افونسون كلي ار تي بي كي بريمي بوتو دائما سواء ادرو سواء غوش توجور تكون الخطوره حنا اللاعبين يلعبوا انترميتون دي فوا يقدر يدير اكسيون وما داير يرقد 3 4 مينوت ما تشوفوش وما يعاود يدير اكسيون بصح ما عندوش هذيك القوه لا سوطو جينيرو في لي فور تاعنا ولا طحنا بدي زاتاكون بويسون وجينيرو في لي زيفور ونعاود نولي في لو بري لو بري ديفونسيف تاعنا ما تخافش ميم كي تراتي نورمال مي تخدم احنا لازم يكون عندنا لي زيلي لازم لي يخدموا سي يكون عندنا مشكل جماعي من هم افضل ثلاث لاعبين في مباراه اليوم واسوا ثلاث لاعبين تفضل امين افضل ثلاثه واسوا ثلاثه شوف اسوا ثلاثه ماندي عفوا مونديريا الحارس وبن طالب هذو اسوا ثلاثه هذو هما ثلاثه احسن ثلاثه شوف عمورها رغم انه ما قدمش زعما المستوى تاعو كيما مؤلف كان من بين احسن اللاعبين لانه هو اللي جاب لنا الماتش هذوك بهذاك الضغط تاعو بهذيك السرعه بهذيك القتاليه تاعو الشراسه دائما بالضغط على المدافع الاخير عندك عوار ايضا فطن في الشوط الثاني وقدم مباراه محترمه خصوصا بعد عوده بن ناصر الى مكانه الاصلي كما قال لك محمد انا نفضل دائما بن ناصر يلعب كما يلعب في الميلون يكون هو سونتينيل وحده ومن بعد يلعب قدامه من ناس الروقي من دير عوار ولا دير قندوسي ولا خلي خط الوسط يلعب مرتاح اللاعب الثالث رغم انه ما قدمش مباراه ايضا في اعلى مستوى
شوف انه بالرحمه اليوم سجل لنا هدف للمره الثانيه للمباراه الثانيه على التوالي وضيع هذه الفرصه رغم انه ما قدمش مباراه كبيره ولكن بعد تغييره دخوله الى لعب يعني كمهاجم وهمي او وراء المهاجم كان قدم مستوى جيد وسجل هدف حتى الطريقه اللي سجل بها الهدف رغم انه كان ضغط كبير جدا في المباراه كانت عنده بروده اعصاب راوغ الدفاع وسجل هدف جميل نقول موندريا ما كانش في المستوى نفس الشيء لماندي وبن طالب ونجم نزيد نقول على ايت نوري وعلى عطال ما كانوش في المستوى يعني في اعتقادك نصف الفريق كان خارج الاطار صح ما كانوش في المستوى محمد احسن لاعبين عوده عوار الشوط الثاني بن ناصر مداني ولو انه بن ناصر اليوم لم يقدم لنا مباراه كبيره قصصا استنى بن ناصر هضر على لي فور الجهد ما يشحش الجهد مليح كلش وعموره هو قادت شوف ايت نوري نقول باللي كان واحد من احسن اللعابه ايت نوري محمد ايت نوري انا حسب اعتقادي ايت نوري تشعر انه يلعب بتخوف لانه راه في مرحله مفصليه في مستقبله عنده اهتمام العديد من الانديه الكبيره يخمم على المستقبل تاعو هذا رايي الشخصي يخمم على المستقبل تاعو يخاف على رجليه من جهه عنده الحق ومن جهه راك مع المنتخب الوطني الجزائري صح حنا كجزائريين نتمنوا ما تبليساش وتروح لنادي كبير صح ماشي لهذه الدرجه يا اخي على الاقل قسم المجهود البدني تاعك وين لازم تلعب العب وحافظ على رجليك احنا ما نقولك روح ادخل في الشوك حتى عموره عنده اتصالات من انديه اوروبيه كبيره ولكنه يجري في كل الاتجاهات راني نقول لك على ايت نوري قلت لك ايت نوري انا ليست حجه هذه ما تقنعنيش باللي ايت نوري نفسه اللي راه يلعب مع المنتخب الوطني في اخر مباراتين هو ايت نوري اللي يلعب في ولفرهامبتون جميع تفاجأ من ادائه بكل صراحه اسم التفسير الوحيد اللي لقيته محمد هو انه ايت نوري تخوف عنده اهتمام انديه كبرى في انجلترا راح حب يروح يزيد يطلع المستوى تاعه في كره القدم كان متخوف قليلا صح امين اللي يتخوف ما يلعبش على لي بتي بون ويدير لي كروشي ويدير لي بتي بون في نفس المونديال واحد اللي يتخوف يلعب سامبل ويريح ما يحاولش يدرب لي ثلاثه في الاخر سولان كولوار نورمالمون كي تكون عندك ما الذي يحدث لايت نوري فاتح ايت نوري جو بونس باللي ذهنيا يبريباري الماتش تاعو كلي راهو يلعب في الفريق تاعو يكون في المنتخب يكون بلو ريغورو على الاخر بالك تركيزه اكثر على المستقبل تاعو فوزي ممكن هذه كان نظريات على المستقبل ديالو هذه هما المدرب نعم هذه ماشي وليدة اليوم فوزي ماشي ايت نوري اول واحد كاين بزاف لاعبين جزائريين كانوا في الصيف ماشي ثلاثه أسوأ لاعب وافضل لاعب ميدو انا بالنسبه لي افضل لاعب من حيث لي فور جينيرو فوق تيران ديسبونيبل على شاك فوا بن ناصر بن ناصر مدان